السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين يا جماعة. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي منورانا أو متابعينا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل اللي متابعينا على قنواتنا طبعا من كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في محافظات مصر. طبعا دي أول حلقة نصورها من يومين يا جماعة، تمام؟ مش عارف أبدأ منين، بس أحب أقول لكم طبعا اللي توفى ده كان غالي علينا جدا. طبعا ده جوز اختي. اقول طبعا انا لله وانا اليه راجعون. انا دلوقتي في طريقي للمزرعه، بقالي يومين طبعا بعيد عن المزرعه، تمام؟ طبعا ده امر ضروري ما ينفعش ان انت تاثر فيه. طبعا اختي دي تعتبر اغلى حاجه في الدنيا، ده شيء معروف. كمان مفيش حد جنبها الا انا، لان مفيش الا انا وهي بس، يعني احنا اتنين اخوات بس، مفيش حد جنبها الا انا، تمام؟ ف لما علمت بحاله الوفاه، وعلى فكره يعني حاله الوفاه جت فجاه، يعني جوز اختي عنده في حدود ما يقارب ال 56 سنه، تمام؟ وكان موظف راح شغله، ويمكن كنت حصل موقف بقى غريب جدا. يعني الموقف اللي حصل غريب، اتمنى يكون الصوت واضح. طبعا حصل موقف غريب جدا يا جماعه. قبل ما جوز اختي يتوفى بيوم، كنت مصور حلقه ورفعها على اليوتيوب، وكنت مجدول الحلقه دي. يعني انا دلوقتي كل الحلقات اللي بتنزل على اليوتيوب بتبقى حلقات مجدوله يا جماعه، حلقات مجدوله، يعني الرفع بيكون قبلها بيوم. انا رافع الحلقه والنشر بيكون تاني يوم. يعني انا برفع النهارده حلقه والنشر بتاعها بيكون بكره، ولنفترض يعني انا لما نيجي دلوقتي نرفع حلقه وننشرها بكره باذن الله، تمام؟ طبعا صورت حلقه كان بسبب كلب مات عندي، وحد كتب لي كلمتين زعلوني، فانا صورت حلقه وقلت فيها يا جماعه اقرب الناس لنا بتموت. يا جماعه ممكن حد انت بتعزه ورايح الشغل بتاعه، تمام، ويموت وما يكونش فيه اي، مش شرط ان يكون تعبان، مش شرط ان يكون عنده مرض، مش شرط ان يكون عنده كذا او كذا او كذا ويموت. ورفعت الحلقه دي على اليوتيوب وما كانتش لسه اتنشرت. الحلقه دي اتنشرت بعد الوفاه يمكن بحوالي 7-8 ساعات. يعني ابو رانيا او عادل جوز اختي، تمام، انا كنت قاعد في المزرعه بعد رفع الحلقه دي تاني يوم بقى، تمام، والتليفون جالي: تعالى بسرعه لبابا. ده كان محمد ابن اختي طبعا. تعالى بسرعه لبابا، خاله في المستشفى، تعبان في المستشفى وتوفى، تمام. طبعا كلمه في المستشفى وتوفى، لا انا يعني انا يعني يعني صدمه وما صدقتش. طبعا جوز اختي هو داخل، يعني متجوز اختي، اختي اكبر مني بسبع سنين على فكره، يعني متجوز اختي نعتبر وانا لسه صغير، تمام. ودلوقتي معاه بسم الله ما شاء الله ولاده، وعنده البنات متجوزين ومعاهم ولاد، يعني هو جد برضه. فمعنى كده ان هو متجوز اختي وانا لسه صغير خالص. ف عمره ما عمل حاجه زعلتني بصراحه، طول عمره محترم، ما بيطلعش كلمه عيبه من بقه، عمره ما اذى حد، عمره ما اتكلم على حد، عمره ما زعل حد. يعني بصراحه حتى كل الناس في الدفنه كانت بتتكلم تقول كده، محبوب في كل مكان. اليوم اللي توفى فيه كان فيه ناس زعلانين من بعض وراح جابهم صالحهم على بعض. كان في واحدة راح جاب لها فطار عشان ظروفها كانت وحشة. يعني طبعا بيعمل خير، ما بيدورش على الخير ده، وما بيتكلمش مع حد اساسا. يعني هو حتى كلامه قليل كمان، ما بيقعدش يحكي ويقول انا عملت وعملت وعملت، لا هو بصراحة من الشخصيات المحترمة جدا، وما بيزعلش من حد. يعني انت لو زعلته في حاجه هو ما يشيلش منك بصراحه. فالله يرحمه، لما جالي الخبر انا انصدمت فجاه. انا كنت بشتغل في المزرعه ساعتها في التدريب، فلما جالي الخبر انصدمت فجاه. انا والمدام عندي خدنا العربيه وطلعنا نجري على المستشفى. ايه يا جماعه ازاي؟ طب حادثه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ طب ايه الدنيا؟ طبعا كل اللي فوجئنا بيه هو طبعا موظف، تمام، راح شغله
بس كان ورديه تانيه بقى يعني ورديه متاخره، راح شغله ويا دوبك دخل عشان يمضي، فقال لهم انا صدري مش قادر بيه، مش عارف اخد نفسي. ما كانش تعبان، ما كانش بيعاني من اي امراض، ما كانش عنده لا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه. للناس الكلام ده انا بنقوله للناس اللي هي ما عندهاش اعتقاد بالموت، تمام؟ يعني انا نفسي معرض دلوقتي، الله اعلم اللحظه بتاعتنا امتى دي مش عارفينها، الله اعلم. فطلبوا له الاسعاف لما قال مش قادر اقف على رجلي وصدري، وطلبوا له الاسعاف وخرج من الشغل على رجله. يعني انا شفناه في الكاميرات بعديها خرج من الشغل على رجله، مش على رجله، ركب الاسعاف. عبال ما وصل المستشفى مسافه بسيطه جدا، هي المسافه زي 10 دقائق بالظبط من المكان شغله للمستشفى، كان اتوفى. طبعا لما اولاده راحوا للمستشفى ولقوه متوفي صدمه كبيره، اتصلوا بينا احنا رحنا صدمه برضو، تمام؟ طبعا في الوقت ده اللي ربنا بقى بيقيمه هو اللي بيكون، يعني فضلنا ان تكون الدفنه في نفس اليوم، لان كان في ناس كتير، انا عارف في ناس كتير معايا على اليوتيوب كانت مفكره الدفنه تاني يوم وكان في ناس هتيجي وحاجات زي كده. لا، احنا فضلنا تكون الدفنه في نفس اليوم علشان طبعا ما يتبهدلش، لان انتوا عارفين دلوقتي ان المتوفي لما يبات في البيت طبعا بتكون بهدله ليه وبهدله لاسرته والحاجات دي كلها. فدفننا في نفس اليوم، يعني خلصنا في المستشفى واتغسل وطلعنا صلينا عليه، تمام، جنازه ورحنا دفننا. فطبعا كده ان انا اعتبر بقالي يومين في موجود مع اختي، ما سبتهاش طبعا، ولان دي طبعا دي واجب، يعني مش هنقول واجب عليا، لا ده فرض عليا، ان طبعا دي حاجه انت ملتزم بيها. هو الله يرحمه توفى، وطبعا ساب لي في رقبتي مسؤوليه كبيره، ولاد اختي دول راخرين، دول مسؤوليه بالنسبه لي، ان كانت واحده متجوزه، ان كان ولد في مدرسه، ان كان بنت في مدرسه، طبعا دول مسؤوليه في رقبتي، ربنا يهونه ويقدرنا عليهم، لان دول ولادي برضو، يعني دول انا مربيهم على فكره، تمام. وهي كمان دي مسؤوله من رقبتي اساسا حتى وهي متجوزه، يعني كده كده مسؤوله مني، تمام. فربنا بس يقدرني وربنا يوفقني واقدر ان انا يعني اعمل اي حاجه بقدر الامكان ان انا اكون ما نحسسهمش بفرقه ابوهم وما نحسسهمش بفرقه اي حد والكلام ده كله. ربنا يقدرنا على كده بس مش اكتر، تمام. والحمد لله الحاله، مش هنقول الحاله وحشه، لا الحاله ميسره وكويسه، وهي كمان الحمد لله، يعني هو يعني الله يرحمه ويسامحه، هو متوفي ومش سايبهم محتاجين لحد، مش سايبهم ان هم ظروفهم وحشه، لا هو الحمد لله يعني هو كان راجل موظف ومرتبه كويس، فهو الحمد لله يعني سايبهم برضو مش هيحتاجوا لحد ولا عمرهم ان هم مستنيين اي حاجه. فطبعا اول حاجه هقول ان هم ليهم ربنا قبل انا ما نكون ليهم كمان، لان هو ربنا للكل وربنا يعني واقف جنبي باذن الله ومشيت ربنا. من الحلقه دي بقى بحب طبعا اشكر في ناس كتير، انا شفت ناس كتير اتصلت عليا، في ناس كانت بترن وفي ناس كذا وفي ناس كذا، تمام. بس طبعا انا كان من الضغط اللي انا فيه او من الحاله النفسيه اللي الواحد فيها ما قدرتش ارد على حد، ما عرفتش اكلم حد. كمان المكان هناك الشبكات كلها زي الزفت، فانا بقول لكل واحد سواء اتصل او ما اتصلش، اي واحد من جواه زعل على اللي حصل، او اي واحد من جواه كان نفسه يقول لي الله يرحمه او يعزي او حاجه زي كده وما طلنيش او ما عرفش يطولني، احب اقول له واجبك وصل، تمام. ويا رب احنا ما نعزيش حد، ويا رب تكون اخر الاحزان لكل المسلمين وكل المسيحيين، وما يكونش فيه ضرر يا رب على اي حد، لان بيني وبينكم يا جماعه الفراق صعب، والفجاه وحشه، الفجاه مش حلوه خالص، الفجاه وحشه. يعني احنا بنقول يا رب احنا ربنا ما يتقلش بينا على حد وما يجيلناش مرض ان احنا ننام وحد يشيل ويحط فينا، بس برضو يعني الفجاه لما يكون البني ادم كويس وصحته كويسه ومفيش اي حاجه، بس ده طبعا امر الله ما نقدرش ان احنا نتدخل فيه وما نقدرش ان احنا نجادل فيه، وده اللي انا كنت بتكلم عليه. في نفس يوم الميتة الحلقه اللي انا صورتها نزلت، انا حابب ان الناس تتعظ وتفهم، الحلقه اللي انا صورتها دي كنت مصورها قبلها بيوم يا جماعه، الحلقه اللي نزلت يوم الوفاه دي اللي هي مكتوب عليها اعصار مدرب كلاب البحيره،
الحلقة دي انا مصورها قبل الوفاة بيوم، يعني معرفش ان جوز اختي هيتوفى، وقلت في الحلقة دي يا جماعة اعز الناس لنا بيموت، مش هنزعل عشان كلب وفي بني ادم ممكن يموت، مش هنزعل عشان كلب وممكن امك تروح وامي تروح وابويا يروح وابوك يروح اخوك يروح اقرب الناس لينا ابنك ابني، عمرنا ما نزعل تمام عشان كلب وفي بني ادم بيروح. وانا قلت في الحلقة دي الكلام ده، وناس ياما يعني رجحت الكلام ده، وفي ناس ياما اقتنعت بكلامي وقالوا صح الكلام ده صح، ان احنا ما نزعلش عشان اي حاجة تمام. فانا طبعا الحلقة دي بس عبارة عن حلقة يعني شكر عن واجب العزاء اللي الناس اتقدمت بيه، وكل الناس اللي كتبت لي سواء بقى اي حد اتصل لقى تليفوني مقفول، اي حد اتصل انا ما ردتش، بس طبعا كلمة ما ردتش لا، اوعى حد يفكر ان انا ما ردتش عليه لسبب، لا انا ما ردتش يا جماعة لسبب الضغط اللي كنا فيه والسويت والحاجات اللي زي كده تمام. طبعا ما كنتش عارف اكلم حد كمان، فده سبب عدم الرد. وكمان اقول لكل واحد كتب لي حتى كومنت كمان على الفيسبوك او على اليوتيوب او اي مكان زي كده، اقول له اكنك جيت عزيتني في مكاني، شكرا 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 لكل الناس طبعا المحترمه اللي متابعاني، لان الحمد لله انا عارف ان كل متابعين ابو نور ناس محترمه وناس ذوق واخلاق تمام. وبشكر اي حد سواء في مصر او بره مصر، بقول لهم انا مكان ام رانيا من القناه بتاعتها كمان، لان طبعا هي نزلت برضو صوره جوزها على قناتها. طبعا انا بقول لها يعني ربنا معاكي وربنا يصبرك، لان معلش يا جماعه يعني برضو ما بيحسش بالنار الا اللي كبشها تمام. ويا رب يا ام رانيا ما تشوفي باذن الله اي احزان تاني باذن الله، ومشيت ربنا ويخلي لك اولادك وتفرحي بمحمد، وربنا يا رب يملاه لك بركه باذن الله ومشيت ربنا. عايز اقول لكم يا جماعه مره الاخيره شكرا، وواجبكم وصل وواجب العزاء وصل، وباذن الله هنبدا من بعد الحلقه دي الحلقات بتاعتنا الطبيعيه عادي، بس في 3 4 حلقات انتوا هتشوفوهم بعد الحلقه ديت على قنواتنا. الحلقات دي كانت متارشفه، يعني الحلقات دي كانت مرفوعه على اليوتيوب وكان واقف النشر بتاعها، هنبدا ننشرها عشان طبعا في ناس ممكن تقول لا ده كابتن ابو نور الحلقات دي جت منين مش عارف ايه الكلام ده كله، لا الحلقات دي انا عرفتكم النظام، يعني اي حلقه انت بتشوفها النهارده على اليوتيوب بتكون مرفوعه امبارح، يعني انا شغلي كله على اليوتيوب نظام جدوله، نظام ان انا برفع حلقه دلوقتي وبجدولها وتتنشر تاني يوم، فتواريخ الحلقات ممكن تلاقوها مختلفه شويه. فباذن الله الحلقه دي انا هنقوم برفعها، وبعد كده هنرفع وراها الحلقات اللي هي كانت مجدوله او الحلقات اللي كانت في المونتاج او المتارشفه او الحاجات دي كلها تمام. فسامحوني يا جماعه على التاخير، وشكرا لكل الناس اللي قامت بواجب العزاء، وتحياتي ليكم، ويا رب ما يكونش في عندكم اي حزن واي زعل باذن الله وبمشيئه ربنا. ويا جماعه نقتنع بيقين الله ونقتنع بربنا ان الموت ما بيدورش وما بينقيش على صغير وكبير، على غني وفقير، الموت بالذات اللي ملوش كبير، الموت بالذات اللي ملوش قوه، اللي مفيش سبحان الله مفيش قوه في الارض تقدر تمنع عنك الموت. في الاخر نقول لكم تحياتي للجميع، ودعواتكم لام رانيا ربنا معاها هي واولادها، تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.